أهلا بكم. أشادت الخارجية الأمريكية بميليشيا الحوثي لإفراجها عن مواطن أمريكي كان مختطفا لديها في اليمن ونقل للعاصمة العمانية مسقط برفقة الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام وعدد من وفد الحوثيين التفاوضي. قال كيري: نحن نرحب بهذه المبادرة الإيجابية من جانب الحوثيين. ويأتي هذا في وقت تتحدث الأخبار عن جولة مرتقبة لوزير الخارجية جون كيري إلى المنطقة وبالتحديد إلى مسقط لتسويق الخطط الأممية المرفوضة أصلا من جانب الشرعية. ومن المتوقع أن يلتقي كيري بممثلي الحوثي هناك بحسب الأنباء. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الحسابات التي تحكم الموقف الأمريكي من الأحداث في اليمن؟ وماذا تبقى لدى واشنطن من أوراق لتسويق وتعزيز الخطة الأممية المرفوضة رسميا من جانب الشرعية؟ منذ فترة ليست بالقصيرة وفي تناقض مع التصريحات المعلنة من الطرفين، تزداد مستويات التنسيق بين ميليشيا الحوثي مع ممثلي الحكومة الأمريكية. فمع أول مختطف تم إيفاد مسؤولة كبيرة بالخارجية الأمريكية إلى مسقط، وحينما أطلقت الميليشيا مختطف آخر جاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية. وهذه المرة ربما يلتقي ممثلو الميليشيا بوزير الخارجية جون كيري الذي سيزور مسقط بحسب الأنباء منتصف الشهر. مستويات من التنسيق تكشف كثيرا من الغموض حول الدور الأمريكي والمواقف السابقة والحالية من الحوثيين في اليمن، وتميط اللثام عن آخر الأوراق التي تستند إليها واشنطن في تسويق الخطة الأممية المقدمة من قبل المبعوث الأممي والتي رفضتها الشرعية رسميا. أمر يثير الكثير من التساؤلات حول الحسابات التي تبني واشنطن على أساسها مواقفها في اليمن ومدى ارتباط تلك المواقف بطهران، وماذا تبقى لدى واشنطن من أوراق لتعزز الخطة الأممية التي جاءت لتكافئ الانقلابيين بحسب الرئيس هادي. هذه المواقف وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير عن موضوع الحلقة للزميل ياسين التميمي. لا يكف السفير الأمريكي ماثيو تولر عن الحراك الدبلوماسي في خضم أزمة يمنية ازدادت تعقيدا بعد عرض الرؤية الأممية للحل، والتي حملت بصمات واضحة للسفير ولرئيسه وزير الخارجية جون كيري. يتحمل هذا السفير جزءا من مسؤولية وجود الرئيس هادي وحكومته في الرياض بعيدا عن صنعاء، ذلك لأن الرئيس ظل بابه وعقله مفتوحين لهذا السفير إلى أن بلغ الانقلابيون هدفهم بإسقاط صنعاء. ماذا بقي في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية من أوراق يمكن أن تستخدمها في تسويق مبادرة رفضت بالجملة من قبل السلطة الشرعية؟ تحول وضع السلطة الشرعية لأول مرة في مواجهة الأمم المتحدة، وهي التي كانت على الدوام تقف جنبا إلى جنب عن جهد الأممي لإنجاز خطة الانتقال السياسي المدعوم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارة مجلس الأمن بشأن اليمن وأخيرا مخرجات الحوار الوطني الشامل. بقية دول العالم عاد السفير تولر ليفجر موقفا لا يروق للمخلوع صالح، بتأكيده أن المجتمع الدولي متفق على عدم وجود أي مستقبل سياسي لصالح، وأنه سيظل مشمولا بالعقوبات وسيجري تفعيلها، وذلك خلال أحدث لقاء أجراه السفير تولر مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي. تأكيد استدعى تساؤلات مشروعة بشأن ما إذا كان موقف السفير الأمريكي ومن خلفه موقف واشنطن قد جاء بهدف التخفيف من الارتدادات العنيفة متعددة المستويات على خطة الأمم المتحدة التي استهدفت الرئيس الانتقالي بشكل مباشر وتجنبت الخوض في مستقبل من ينظر إليهم اليمنيون كمجرمي حرب. نرفض ما يسمى خارطة ولد الشيخ. رفض الحكومة للخطة الأممية جاء مجزأً إلى أن أجمله الرئيس في أقوى خطاباته بشأن مستقبل التسوية السياسية في البلاد. فما الذي ستنجح في تحقيقه مساعي السفير الأمريكي الذي يبدو أنه يستبق مجيء المبعوث الأممي إلى الرياض ويمهد الطريق المسدود أمامه وأمام مبادرته التي ربما قد لا ترى النور قريباً؟ نبدأ إذن بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع الكاتب السياسي السعودي جمال خاشقجي. أهلاً بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا أستاذ جمال. نبدأ من آخر المواقف للمسؤولين الأمريكيين وأيضا تحركاتهم والتي ربما تكون ساحة لها مسقط، ما قراءتك لهذه التحركات والمواقف؟
يعني كل الذي نعرفه أنهم دعوا إلى مفاوضات أخرى في مسقط. والد الشيخ ما زال متفائل بإمكانية جولة أخرى من المفاوضات. لم نسمع موقف الحكومة، ولكن في الغالب أنها ستذهب إلى مسقط. نعرف أيضا أن ورقة والد الشيخ خريطته هي في أصلها خطة كيري، فبالتالي هذا يجيب أين تقف أمريكا. أمريكا تقف مع خطة خارطة والد الشيخ التي لم ترضى بها الشرعية ولا ينبغي للمملكة أن توافق عليها. أرحب أيضا في هذه الحلقة بالأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي. أستاذ عبد الناصر، هناك تصريح اليوم صدر عن السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر، ربما تحدث في هذا التصريح أن المجتمع الدولي متفق أن لا مستقبل سياسي لصالح. هل هذا التصريح فقط يهدف للتخفيف من حالات الرفض المستمرة والمتواصلة بالنسبة للشرعية، وما أبعاد هذا التصريح بالنسبة لك؟ مساء الخير أخ سامي، ومساء الخير الأخ جمال. التصريح السفير الأمريكي هو في سياق الموقفهم من الرئيس السابق صالح، وهذا الموقف أيضا ينسجم مع بشكل أو بآخر يخدم الحوثيين وليس في ضد الحوثيين. الحوثيين يريدوا أن يصفوا الساحة على الأقل في الشمال لهم، وليصبحوا هم الممثلين للشمال دون أي قوة سياسية أخرى، كان الإصلاح أو كان الرئيس السابق صالح أو المؤتمر الشعبي. وهو أيضا في نفس الوقت يتماشى مع الاتجاه العام للرئيس هادي والكثير من القوى الانفصالية، الذي أيضا تريد أن يكون الحوثي هو الممثل للشمال ولا تريد أي قوة أخرى أن تكون ممثلة للشمال غير الحوثيين. وبالتالي الموقف الأمريكي هذا يصب في مصلحة الحوثيين، لأنه يعزز من موقفهم، وهذا يشير أيضا إلى طبيعة العلاقة، يعزز من موقفهم ويفرغ الساحة لهم. أنقل رؤيتك هذه للأستاذ جمال خاشقجي. أستاذ جمال، استمعت لرأي الأستاذ عبد الناصر المودع، قرأ تصريح ماثيو تولر بأنه ربما يصب في مصلحة الحوثيين وإفراغ الساحة وتحديدا في الشمال للحوثيين، قراءتك أنت لهذا التصريح؟ نعم صحيح، الحوثي حريبه أن يحتفل الآن بما يجري، ولكن يتذكر دوما بأن لا الحوثي ولا القوى الخارجية هي صاحبة الكلمة الأخيرة على الأرض اليمنية. اليمنيين هم أصحاب الكلمة الأخيرة. وأنا أعجبني تصريح الرئيس هادي عندما قال أن هذه الخريطة تولد لحروب صغيرة في اليمن. فتوقعي حتى الآن يجب أن نتسرع ونقول بأن خارطة والد الشيخ سوف تمضي، ولكن إذا افترضنا أنها مضت وأقرت بقرار أممي، فحين يزول غطاء التحالف العربي والتدخل السعودي في اليمن، سوف يترك اليمنيين أنفسهم إدارة صراعهم بأنفسهم. يعني بمعنى أن هناك قوى يمنية من تعز إلى صنعاء قد ترفض تلك الصفقة. ما هي الضمانات أن القوى المؤثرة سوف تقبل بتلك الصفقة مع الحوثيين؟ احتمال أن يقبل أي اسم من الأسماء الوطنية اليمنية التي نعرفها بمشاركة الحوثيين في الحكم ضئيل جدا، ولكن قد يتطوع البعض مثل أي حالة في الحالة السورية، هنالك دوما صفا من الطامحين إلى السلطة والطامحين إلى الدور، فيكونوا هم الأشخاص الذين يشاركون الحوثيين، ولكن هؤلاء لا يملكون. طيب هذه الافتراضات أستاذ جمال تتحدث عنها أنت في حال تم تمرير هذه الخطة، ما الذي يجبر اليوم الشرعية على القبول بهذه الخطة وأيضا التحالف العربي؟ وسؤال آخر أيضا عن الأمريكان، بما أنهم الآن هم المسوق والواجهة الرئيسية لهذه الخطة، ماذا لديهم من أوراق يمكن من خلالها تسويق هذه الخطة وفرضها بالقوة؟ لا، الشرعية حتى الآن ترفض هذه الخطة،
فشرعية مستندة إلى جمهورها اليمني برفض الخطة. فلا تستطيع الشرعية إلا أن تتنازل، يعني لا يملك. أنا أمس التقيت بالرئيس هادي، التقيت بنائبه اللواء علي محسن، والتقيت برئيس الوزراء بالدغة، وجدت أن مزاجهم مقاوم. يعني أنا أستخدم هذه العبارة، أنهم يميلوا إلى المقاومة حتى لو كنا وحدنا. هكذا قال لي بالدغر، أننا سوف نقاوم هذه الخطة، سوف نقاوم حملة الحوثيين على اليمن. فهذا المزاج، فبالتالي أنا أتحدث كاستراف أنها مرت، ولكن حتى الآن لا أميل إلى أنها سوف تمر. طيب هذا المزاج، هذا المزاج المقاوم سوف تريدها أن تمر. طيب هذا المزاج المقاوم لدى الشرعية، وأنت استمعت ورأيت المواقف بشكل مباشر والتصريحات صادرة حينما التقيت بهم، إلى أي مدى هم قادرين على المقاومة، وما هي الأدوات التي الآن موجودة لديهم أو الدعم حتى يستمروا في رفض هذه الخطة؟ لأن هناك حديث عن أنه ربما النفس الطويل هو من يكون له أثر في أي تسوية سياسية قد تفرض. يعني سأتطرق وأقول أن لديهم المقدرة بقدر ما لدى الشعب السوري القدرة على الصمود 5 سنوات رغم تحالف روسي إيراني والنظام ضد الشعب السوري. فإذا استطاع الشعب السوري الصمود، فأعتقد يستطيع الشعب اليمني الصمود، خاصة إذا احتفظت الشرعية بتبعيتها للشعب. وأيضا أنا متفائل أيضا من الموقف السعودي. الموقف السعودي أنا أميل لأنه لن يتزحزح، لأن مصلحة السعودية العليا هو أن لا تسمح لإيران بالانتصار في اليمن، ولكنها مضطرة للتعامل مع الشرعية الدولية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل في أوضاع جديدة قد تعقب الانتخابات، لعل هذه البراهنات السعودية. سأعود لأتحدث معك أستاذ جمال في موضوع الموقف السعودي والمراهنات المفترضة، لكن أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، فهمت تصريحات السفير الأمريكي بأنها ربما استباق لزيارة ولد الشيخ إلى الرياض، هل هذه التصريحات هي قادرة على تمهيد الطريق المسدود حتى الآن برفض الشرعية لهذه الخطة؟ يعني رفض الشرعية علينا أن نأخذه بصيغة سياسية واضحة، أنه يستهدفها شخصيا. يعني الرئيس هادي حريص على منصبه أكثر من حرصه، لنكون واضحين، أكثر من حرصه على السلام، لأنه الرئيس هادي هو جزء من المشكلة. الرئيس هادي هو من استخدم الحوثيين، وهو من أدخلهم إلى صنعاء لمصلحة شخصية، لمصلحة لتعزيز سلطته. وبالتالي لا نتوقع بأنه سيقبل خطة تزيحه إلا أن يجبر على ذلك، لن تكون المسألة طوعية. ولنعود إلى جذر الوضع الحالي. يعني عندما نقول جذر الوضع الحالي، بمعنى الأحداث التي أدت إلى أن تصبح مثل هذه الخطة بكل عيوبها، مشروع متفق عليه لا حد كبير من قوى مؤثرة في العالم. طيب كيف تفهم أستاذ عبد الناصر تقول أن مصلحة الرئيس هادي هي فقط برفضه لهذه الخطة لأنه مصلحة شخصية بحفاظه على الكرسي، لكن كيف تفهم أيضا المواقف السياسية التي تؤكد من خلال مواقفها المعلنة أنها تؤيد ما يقوله الرئيس هادي، وأنها تتماهى فيما يطرحه من مبررات لرفض هذه الخطة أيضا؟ طبعا حول الرئيس هادي، جميع من حول الرئيس هادي، الحكومة، نائب الرئيس، أيضا تستهدفهم الخطة بشكل مباشر. يعني هم لن يكونوا جزء من المستقبل. يعني لن يكون بندق الرئيس وزراء، ومعظم الوزراء الحاليين لن يكونوا جزء من التشكيل الحالي المستقبلية المقترحة، باستثناء حزب الإصلاح. علينا أن نكون واضحين بأن القوة الرئيسية التي تدعم الرئيس هذه هي حزب الإصلاح. دون حزب الإصلاح ليس هناك من قوة حقيقية لها ثقل في الميدان تدعم الرئيس هادي. وبالتالي الخطة تستهدف أشخاص معينين وتستهدف كتل سياسية معينة.
هذه الكتل هي ايضا ترى في هذه الخطه استهداف لها ولمصلحتها، وبالتالي هي تقف ضدها. وهذا يعني من حيث اللغه السياسيه البحته، عندما طيب نتكلم عن ناس يتصرفون. واضحه هذه النقطه الاستاذ عبد الناصر. طيب ننتقل لنقطة أخرى، أعود للأستاذ جمال خاشقجي. أستاذ جمال، أكدت على أن الموقف السعودي لا يتزحزح بالنسبة لليمن وأن لديه الكثير من المراهنات، وأيضا هناك مرونة في التعامل مع المواقف والضغوط الدولية. على ماذا بنيت هذه الرؤية بالنسبة للموقف السعودي؟ لم نشهد حتى الآن أي موقف رسمي واضح يؤيد الشرعية فيما يخص خارطة ولد الشيخ الأخيرة والضغوط المفروضة على الشرعية. تحليلي للموقف السعودي يقوم على حالة لم تتغير، وهي تحالف الحوثيين مع إيران. طالما أن إيران موجودة في اليمن والسعودية موجودة في اليمن، هذه القاعدة يجب أن أي محلل سياسي يقيم تحليله عليها. أنا أريد أن أعود إلى موضوع الرئيس هادي وأختلف مع الأخ عبد الناصر وأدافع عنه، الذي وجدته أمس مزاج المقاوم عند الرئيس. الرئيس مدرك بأنه رئيس انتقالي ومتقدم في السن، يعلم بأنه لا يوجد شيء يخسره. وضعه كرئيس حاليا ليس يعني جيد، يعني هو زعيم خارج وطنه لأجل، فهو يتخذ موقف أميل إلى أنه موقف مبدئي يمني، لا علاقة له بمصلحته. يعني هو بإمكانه أن يتقاعد الآن ويستريح في أي مكان من بلاد العالم ويقول لقد قمت بما. لا، لكنك أستاذ جمال ربما استمعت، أستاذ جمال استمعت ربما لرأي الأستاذ عبد الناصر المودع، وقال أن الرئيس هادي يعتبر جزء من المشكلة وهو من أوصل الحوثيين إلى صنعاء. هو بنى تحليله بأن الرئيس هادي حريص على مصلحة الشخصية لا على مصلحة السلام في اليمن بناء على هذه الرؤية. هذا يترك للتاريخ، عندما يكتب أحدهم كتابة في التاريخ يضع فيه ما يشاء حول دور الرئيس هادي ومسؤولياته منذ أيام الاتحاد الحزب الاشتراكي، موضوع آخر. ولكن حديثنا هو حول اليوم. اليوم الرئيس هادي يقف مع فكرة مبدئية أن هذه الخطة تدمر اليمن الحر المستقل وتسلم اليمن إلى زمرة من الانقلابيين. طيب، هذه الوصفة وصفة مدمرة لليمن، فهو موقفه ينطلق من هذا الأساس. طيب أستاذ جمال، نعود يريد هو أستاذ جمال نعود إلى التصريحات الأمريكية المتعاقبة. ربما البعض يرى فيها أنها تمثل ضوء أحمر للتحالف العربي وللشرعية اليمنية بعدم إمكانية تجاوز الحوثي في أي تسوية سياسية قادمة. ما صوابية هذه القراءة برأيك؟ لم يقل أحد بما في ذلك السعوديين بإخراج الحوثي من اللعبة السياسية، ولكن يدخلها كطرف يمني متساوي في الحجم مع الأطراف الأخرى. لا يقررها بقوة الانقلاب، وإنما يقررها بقوة الانتخاب. هذا هو الموقف السعودي والموقف الذي ينبغي أن يكون. لم يقل أحد بهذا الحوثي وإلغائه تماما، ولكن يلغى دوره كحاكم متسلط في اليمن يفرض أجندته على الآخرين. طيب، هو إبقاؤهم كمكون سياسي كان هذا مقبول ومطلوب من الجميع عندما كان الحديث عن أي حل سياسي مرتقب يكون وفق المرجعيات سواء الوطنية أو الدولية التي تتحدث عن تسليمهم للسلاح. لكن عندما بنى البعض هذه الرؤية فيما يخص أن هناك ضوء أحمر بعدم استبعاد أو ضرورة تمكين الحوثيين من المشهد السياسي بسلاحهم وبما يمتلكونه من ترسانة. شوف، أنا أدعو اليمنيين إلى التشكك والارتياب في المواقف الأمريكية، وأن يتعاملوا مع أمريكا بنظرية إن الله على كل شيء قدير، ليس الأمريكان. أنا أخذكم بعيدا إلى الشمال إلى سوريا. الموقف الأمريكي في سوريا موقف يسير الريبة، يتحالفون مع أقلية الأقلية في المنظمات الكردية من أجل تحرير مناطق عربية شاسعة الرقة وما حولها، ويتركون القوى الوطنية السورية
أليس هذا يشبه تصرفهم في اليمن؟ أيضا كيري قال أن الحوثيين أقلية. كيري قال أن الحوثيين أقلية. نعم، الحوثي كحزب سياسي أقلية. أنا يجب أن يرفض تفسير بأن الحوثي يمثل الطائفة الزيدية في اليمن، فهو حزب سياسي حزب أقلية، والدلالة على ذلك هو الرفض الشعبي له، وأنه لم يستطع أن يأتي للسلطة إلا بالقوة. فمثل ما ترتاب في سوريا يجب أن يرتاب اليمني من الموقف الأمريكي في اليمن، ولا يثق به تماما. طيب أعود للأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، الحديث عن موضوع الرهائن الأمريكيين لدى الحوثي، هل هي مجرد لعبة في ما يخص تعزيز التنسيق بينهم وبين واشنطن؟ وأيضا ما مصلحة واشنطن من دعم خطة ولد الشيخ والضغط في طريق إنفاذها؟ يعني خليني أجيب على الجزء الثاني من سؤالك، وهو دعم الأمريكيين لخطة ولد الشيخ. الخطة أتت لفشل، أقول إن عاصفة الحزم الجولة الأولى، إذا سميناها الجولة الأولى، إذا ما تم الموافقة على خطة ولد الشيخ بمعنى أنها فشلت، ويرجع فشل عاصفة الحزم إلى أنها تاهت. كان يفترض أن تكون عاصفة الحزم موجهة لأهدافها الرئيسية، الهدف الرئيسي لها، وأتفق مع ما قاله الأخ جمال، هدفها الرئيسي هو إضعاف النفوذ الإيراني أو إلغائه من خلال إضعاف الحوثيين أو إخراجهم من اللعبة السياسية. وهذا الأمر كان يمكن أن يتم في حال خلق جبهة عريضة من جميع القوى الشمالية، جنوبية، إصلاح، مؤتمر، مؤسسات الدولة الذي هو الجيش والأمن، وكلها حشدها ضد الحوثي. ولكن ما حدث أن الانفصاليين في السلطة وخارج السلطة واللوبي الانفصالي في دول الخليج والسعودية حرف العملية عن هدفها الرئيسي، وتحولت إلى قضية لدعم الجنوب وإلى تدمير مؤسسات الدولة اليمنية، وضرب هذه المؤسسات التي يعتبرونها أنها شمالية، وإخراجها من الجنوب تحديدا في البداية. طيب أستاذ عبد الناصر، أنا أعتذر لمقاطعتك، لم يعد لدي وقت في هذه الحلقة سوى 3 دقائق، ربما أترك لك دقيقة الآن للتعليق على موضوع الرهائن والإفراج فيما يحصل الآن بين صنعاء مسقط واشنطن. موضوع الرهائن وعلاقة أمريكا بالحوثيين، العلاقة ملتبسة وغامضة، ويشوبها الكثير من الدلال. أمريكا نعرف عندما يحتجز لها رهائن في أي دولة من العالم يكون موقفها قوي وحاسم، إلا مع الحوثيين لا نعرف بالضبط لماذا هذا الدلال معهم، رغم أنهم أخذوا رهائن ليس لهم أي علاقة، مدرسين وغيرهم، وقايضوا بهم الأمريكان مقايضة أيضا واضحة وفجة. ورغم ذلك نجد أنه تصرف الأمريكان معهم فيها الكثير من الدلال الغير واضح، وتم هذا مع الرهائن السابقين، وتم مع الرهين الأخير، تم الترحيب، لم يتم الإدانة، تم الترحيب بما قاموا به الحوثيين، وكأنها عمل عظيم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وكان يفترض أو هو الطبيعي أن يدان، لأن ما تم. أشكرك أستاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا. عبد الناصر المودع، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن. أستاذ جمال خاشقجي، أختم معك هذه الحلقة، هل تنجح واشنطن في تجاوز عقبة الرفض الحكومي لخطة ولد الشيخ؟ أعتقد أنها لن تنجح، لأن الخريطة سترفض من قبل الحكومة اليمنية. الحديث ينبغي أن يكون كيف يمكن الضغط على الحكومة اليمنية لكي تقبل بخريطة كهذه، ربما يحصل على بعض منها، وهو إخراج اللواء علي محسن من الصورة، لكن أكثر من ذلك ما أعتقد أنه من الممكن أن تنجح هذه الخريطة. لماذا؟ لأن الشرعية رافضة، أو لأن ربما التحالف العربي يلعب بأوراق أخرى؟ لأن تطبيقها صعب، لأن تنفيذها صعب على أرض الواقع. يعني هو المطلوب الآن هو تنازل الرئيس وتنازل نائب الرئيس،
ثم يذهب الجميع إلى صنعاء على نفس القاعة الطاولة التي جلسوا فيها في اتفاق السلم والشراكة في 2014 ووفق الأخلاقيات التعامل الحوثية. فإذا الحوثي وهو كان أضعف في 2014 فعل ما فعله، ما الضمانات أمام المفاوض اليمني الذي يمثل الشرعية بغض النظر عمن يكون في أن يحصل على اتفاق جيد والحوثي يحتفل بالانتصار؟ فأنا أميل إلى أنها لن تمر، هي مجرد ضجة دبلوماسية والجميع ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية. في نص دقيقة أستاذ جمال، في نص دقيقة، هل نتائج الانتخابات الأمريكية ستغير شيء من الموقف الأمريكي مما يحدث في اليمن؟ بالتأكيد، لا بالتأكيد ستغير شيء. الإدارة الأمريكية الجديدة على الأقل إن لم تستمر بالضغط سوف يتوقف الضغط، حتى لو لم تطور مشروعا بديلا تحتاج إلى وقت حتى تطور أفكارها نحو اليمن. سيتوقف الضغط مع كلينتون أو ترامب؟ سيتوقف الضغط. دونالد ترامب كارثة، يعني دونالد ترامب يميل حيث مال بوتين وبالتالي نتوقع الأسوء فينا. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، وأيضا الشكر موصول للأستاذ عبد الناصر المودع ولمشاهدي هذه الحلقة من زوايا الحدث. في أمان الله.